السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة ودايما عامر في رمضان. تخيلي كده معايا لو أنا جبتلك تليفون هدية، مش تليفون عادي، لا أغلى تليفون مواصفاته أعلى حاجة. أنت بقى خدتي مني التليفون واشتغلتي بيه يس نو بس كده، أكيد هيبقى وضع مش طبيعي. تليفون فيه كل الإمكانيات دي، تصوير، نت، جي بي أس، تطبيقات، كل اللي تحلمي بيها، وتبعتي بقى صور، تبعتي فويسات وغيره وغيره، وانتي ما تعرفيش حاجة من الحاجات دي وبتستخدمي التليفون تردي بس على المكالمة تنهي المكالمة، أكيد هيبقى في حاجة غلط. نفس الحكاية تعاملنا مع هدية ربنا لينا شهر رمضان. ممكن تلاقي ناس حوالينا ما يعرفوش فضله ولا فوائده، التعامل بتاعهم مع رمضان صيام الصبح ويفطروا المغرب وخلاص، أكتر من كده مفيش. يا جماعة ده شهر مختلف مليان إمكانيات، ده شهر القرآن، الإطعام، الصدقة، القيام، التهجد، الزكاة، الدعاء، شهر بجد مختلف عن كل اللي فات. لازم تعاملنا مع رمضان يبقى مختلف، وأول خطوة في ده إننا نتعرف على فوائده. ده اللي هنعمله مع ضيفنا دكتور علي عبد الجيد الداعية الإسلامي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك، ازيك؟ نورتنا، كل سنة وأنت طيب. كل عام وحضرتك بخير ومشاهديك الكرام بخير وبعافية وصحة يا رب وستر. آمين يا رب، الستر والصحة لنا جميعا يا رب. أرقام تليفونات البرنامج موجودة على الشاشة، أي حد عنده أي سؤال فقهي أو أي حاجة شغل باله عايز يتكلم معانا يكلمنا فورا، ومستنيين تليفوناتكم. طيب إحنا عايزين نتكلم عن فوائد شهر رمضان. هو بداية بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا طبعا يعني إيه مبهور بالمقدمة الجميلة اللي حضرتك قلتيها، إن سبحان الله إن إحنا غريب عند كتير من الناس إن هو ما بينتهزش الفرصة. يعني حتى في مجال البيزنس والأعمال إن يقول لك الفرصة بتيجي مرة واحدة، في مجال الدنيا أحيانا الفرصة بتيجي لو ما استغلتهاش بتضيع. ده الكلام ده في كلامنا الدنيوي. مع ربنا سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين الفرص بتيجي كتير، بس الإنسان العاقل الواعي هو اللي يستغل الفرصة في الوقت المناسب. ربنا سبحانه وتعالى ادانا الفرصة في شهر رمضان، مش فرصة واحدة، ده أكتر من فرصة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فرصة. الفرصة الثانية: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا رقم ثلاثة. رقم أربعة: إن طول ما أنت صائم في يوم الصيام دعائك مستجاب عند فطرك وطوال يومك. أنا مستغرب يعني كتير من الناس اللي عنده ديون ومهموم وعنده مشاكل وابنه عصيه واللي عايز يحقق نجاحات، أنت فين؟ ليه ما بترفعش إيدك لأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى؟ فرصة ربنا سبحانه وتعالى ادالك 30 يوم تطلب كل الحاجات اللي أنت عايزها. الإنسان الفرصة قدامه بعد ما تضيع يبدأ يقول هو كان في إيه. للأسف يعني إيه زي ما حضرتك قلت كده، هو عارف رمضان هنتصحر إيه وهنفطر إيه، وطول النهار لحد كده بعد الظهر نايم، وبعدين يصحى يقول في إيه، إحنا رايحين فين ولا جايين منين. لا، رمضان فعلا شهر مختلف. وعجيبة يا أستاذة إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الإنسان اللي ما استغلش الفرصة، لأن الفرصة لما تجيلك وما تستغلهاش أنت المخطئ، أنت المقصر. إحنا دايما عندنا كده إيه، نبص للإنسان الناجح وصل لمرتبة في الدنيا أو في الآخرة نقول ده وصل، ده الأستاذة دعاء بقت مشهورة وعندها برامج وناجحة في مجالاتها. طب ما تشوف الأستاذة دعاء بذلت إيه من زمان، كم سنة بنبذل وبنجتهد عشان نوصل للنتيجة اللي حضرتك شايفها. كذلك الإنسان اللي عنده فرصة ربنا بعت لك فرصة ما استغلتهاش أنت المخطئ. في يوم من الأيام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعد على المنبر عشان يخطب، وطبعا منبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات. في الدرجة الأولى بيقول وهو طالع كده يقول إيه آمين، في الدرجة الثانية يقول آمين، في الدرجة الثالثة يقول آمين. فالصحابة بيسألوه أنت أمنت على إيه يا رسول الله في الثلاث درجات؟ يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وخلي بالك سيدنا النبي بيقول إن في ثلاث أشخاص معاهم ثلاث فرص، والفرص ديت هم ضيعوها. قال إن جبريل أتاني فقال يا محمد من أدرك أحد والديه ولم يغفر له أبعده الله قل آمين. الفرصة الأولى طول ما والدك ووالدتك عايشين فرصة، فرصة أن أنت تساهم وتسارع في رضاهما، أن أنت تحاول كده إيه تسحب من بقهم دعوة أن ربنا يصلح لك بها،
ان ربنا سبحانه وتعالى ادالك ابوك وامك كنز، فرصه. طب انت ما استغلتش الفرصه، ابعدك الله، انت الغلطان. رقم 2، قال يا محمد: ومن ادرك رمضان ولم يغفر له ابعده الله، قل امين. فقال امين. رمضان ربنا سبحانه وتعالى ادهولك يضاعف فيه الحسنات ويضاعف فيه الاجور ويغفر الله عز وجل فيه الذنب. وكثير من الناس حصل لهم انقلابه في امر الدنيا والاخره في رمضان. رمضان نقطه انطلاق، انت اللي ما استغلتش الفرصه. فلذلك يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الانسان: ابعدك الله، انت حر. رقم 3، يا محمد: من ذكرت عنده ولم يصلي عليك ابعده الله، قل امين. تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. الصحابه رضوان الله عليهم كانوا اذكى الناس في امر الدنيا والاخره. لما يسمعوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحض على استغلال الفرصه تلاقيهم سباقين. لما يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا جماعه اغتنموا الفرص. لما يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، معاك 5 فرص قبل ما الفرص دي تضيع من ايديك. اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم صحتك قبل مرضك. انت دلوقتي سليم ومعافى وتقدر تصلي، تقدر تصلي تراويح، تقدر تصلي الصلوات، تقدر تصوم. كتير قوي من ابائنا وامهاتنا لما بيجوا يسالوني: انا مش قادر اصوم، وتلاقي الحزن في عينيه. وتلاقي يعني فعلا بعض الاباء يبكي يقول: طب انا نفسي اصوم. انا والطبيب يقول له: لازم تفطر يا عمي، لازم تفطر، لو انت صمت هيحصل لك مشاكل صحيه. والراجل يا عيني بيعيط ويبكي ونفسه يصوم. طب ربنا مش هين عليه، مش هين عليه الايام الجميله دي. طب ربنا سبحانه وتعالى ادالك فرصه الصحه، لو ما استغلتهاش، طب انت ما انتش عارف بكره في ايه. كم من اناس كانوا معنا في رمضان الماضي وهم الان تحت التراب، وكم من انسان كان صحيح وقادر يصوم وما صامش وقصر ودلوقتي فقد الصحه. اغتنم صحتك قبل مرضك، اغتنم شبابك قبل هرمك. وانت شباب كده تقدر تروح وتيجي وتسعى وتشتغل وتعمل وتحقق نجاحات قبل ما تكبر في السن، وخلاص بقى الزهد في الحياه يكون موجود والانسان ما يكونش عنده طموح. اغتنم فراغك قبل شغلك. انت دلوقتي ممكن يكون عندك وقت فاضي، الله اعلم ايه اللي جاي، الله اعلم السنه جايه يبقى عندك ايه من الاشغال والمشاغل والاعمال. اغتنم هذا الفراغ اللي عندك دلوقتي، نص ساعه، ساعه، ساعتين، اغتنمهم اما في امر الدنيا او في امر الاخره. اغتنم غناك قبل فقرك. انت معاك فلوس دلوقتي، وحتى لو فلوس قليله او كتيره، انت ما انتش عارف اللي جاي هيبقى معاك ولا مش معاك. طب تصدق، ساهم. كان صلى الله عليه واله وسلم اجود من بالخير من الريح المرسله. وكان اجود ما يكون في رمضان. يعني الصدقه، الصدقه ان هو كان جوادا صلى الله عليه وسلم، تلاقيه في رمضان كريم يعني. كريم. واحنا دايما نقول ايه؟ رمضان كريم. ان فعلا هو جاء شهر الجود والكرم والاحسان، وبنشوف بقى ايه المناظر الجميله اللي بنشوفها في شوارعنا وبلادنا من اطعام ومن صدقات ومن سعي في مصالح الناس في هذا الشهر. اغتنم حياتك قبل موتك. انت دلوقتي ربنا ادالك الحياه وادالك عمر، ما تكونش زي الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى حكى عنه لما قال ربنا جل جلاله: فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. وقت الاحتضار ينادي هذا العبد يقول: رب ارجعون، رجعني بس. طب ساعة، طب أتوب، طب أصلي ركعتين، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ربنا ادلك الحياة، استغلها. فرصة، فرصة الغنى والصحة والوقت، كل ده فرص. الإنسان لو ما استغلهاش هو الخسران، هو اللي هيجني ثمار الفشل والخيبة. لأنك أنت ما استغلتش الفرص اللي في إيديك. طيب إحنا لسه طبعا عندنا كلام كتير عن رمضان وفوائد رمضان، لكن معنا تليفونات مستنيانة، فنبدأ ناخد أول تليفون. ندى، أهلا يا ندى. ألو. أيوة حبيبتي، اتفضلي. أيوة، إزاي حضرتك؟ الحمد لله حبيبة قلبي. كل سنة وحضرتك طيبة. وأنت طيبة. معلش أنا عندي بس مشكلة كده ومحتاجة رأيكم، وإن شاء الله تفيدوني يعني. اتفضلي سؤالك يا حبيبتي. هو انا بس كنت متجوزه بقالي 4 سنين،
وكانت خلافاتنا من اول جوازنا كانت يعني سبب الضرب والخيانه. طب بصي ممكن تعلي صوتك لان انا مش سامعاكي كويس، بتقولي متجوزه بقالك 4 سنين؟ ايوه. اه وحصلت مشاكل كتير ما بيننا، يعني احنا اتجوزنا وسافرنا بره مصر، فحضرتك سامعاني؟ اه اتجوزتي وسافرتي وكان في مشاكل كتير بينك وبين جوزك. ايوه قعدنا مع بعض حوالي سنه وبعد كده نزلت ولدت، وبعد كده اكتشفت ان هو يعني كان بياخدني الفتره اللي انا كنت بعيده عنه. انت قعدتي معاه سنه ونزلتي مصر؟ ولدت. ليه بقى نزلتي مصر ليه؟ كنت بولد. فاول بقى ما انت نزلتي هو خانك هناك؟ لا حول هو ولا خاني. قوه الا بالله. ورجعت تاني يعني سامحته والموضوع عدى، ولان طبعا يعني العشره وكده وان انا اصلا يعني كنت بحبه يعني. تمام. سامحته ورجعت تاني. رجعت سافرت تاني قعدت معايا سنه ونص، وحصلت مشاكل هناك كتير وكانت من معظمها ضرب، وبرده كانت فيها يعني جزء من البنات والغلط والكذب وكده، وانا برده كنت بعدي يعني كنت بعدي الاقصى يعني لحد ما اجيب اخري، علشان خاطر لما اقرر ان انا انهي الموضوع ده ابقى ضميري مرتاح. طب وانتي دخلتي اهلك مثلا او اهله او اي حد، ولا انتي كنت كل التفاصيل دي منك لنفسك معاه وخلاص؟ لا كنت بدخل اهلي وكنت بدخل اهله برضو، وكان اهله في الرد عليا في الضرب هما مش بيعجبهم، لكن ما يقولوا لي مثلا طب هو ايه اللي بيخليه يضربك؟ يعني هو من نفسه بيضرب ولا بيبقى في حوار ما بينكم ممكن تستفزيه فيضربك؟ طب السؤال في حاجه اسمها كده؟ طب السؤال فانا كان ده فهو كان ردي ان هو حتى لو انا بغلط او بستفزه او ايا كان كان المفروض يرد مثلا على اهلي، هو ما كانش بيرد عليهم. ماشي، يعني اهله مش بيغلطوه قصدك كده يعني؟ لا هم بيغلطوه، لكن بس اللي هو يعني انه ان الضرب ده ممكن يكون انت سبب فيه. طيب واهلك انت؟ اهلي انا لا طبعا هم احنا ما عندناش جزء الضرب ده خالص. هو في بيته هو يعني عادي ان هو بيضرب، يعني اللي انا اكتشفته ان هو عادي يضرب وما ما يعني ما فيش مشكله. حتى يعني لما بيحصل كلام عادي، ما احنا كلنا بنتضرب، في مش حاجه انت اسمها لوحدك كده اللي بتتضربي. يعني قصدك مثلا بابا بيضرب مامته مثلا؟ لا ازاي بقى، مفيش حاجه اسمها كده، لا حول ولا قوه الا بالله. طيب انت بقى في الاخر عملتي ايه النهايه بقى؟ انا في الاخر يعني هو كان حصل موقف وطبعا وقفت جنبه جدا، واللي هو انا قلت بقى الموقف يعني كان موقف كبير قوي وانا يعني اتحملته ووقفت جنبه، وما كانش حد يعرف بقى لا اهلي ولا اهله، وانا كنت بتحمل المسؤوليه هناك لوحدي. تمام. فتوقعت ان الموقف ده هيغيره، للاسف ما اتغيرش خالص، والدنيا شقت ما بيننا اكتر، والوضع كان وحش جدا في البيت، وده كان ضرب، وبدات انا كمان امد ايدي وبدانا نهين بعض وخلاص يعني كل حاجه بينا. لا معلش ما سمعتش اخر حاجه، انت كمان بقيتي تمدي ايدك عليه؟ لما كان بيضربني كنت بدافع عن نفسي يعني. لا حول ولا قوة الا بالله. فانا بعد كده نزلت وقررت ان انا انفصل. عامله سنتين لحد دلوقتي، سنتين ونص. سنتين ونص ايه بتحاولي تنفصلي؟ بحاول انفصل بهدوء علشان خاطر احنا بينا ولد. عشان خاطر ايه؟ بينا ولد. بينكوا ولد؟ اوكي. ايوه ما يبقاش يعني ما يبقاش مامته رفعت عليه على بابا قضيه او يبقى في بينا محاكم، على قد ما بقدر بكسب وده علشان يعني هو ما طلبتي يجيش ما طلاق بيننا. وهو ما طلقكيش سنتين هو ونص؟ مش عايز انت يطلق. مش عايز يطلق ليه بقى اذا كان هو بيضربك وبيهينك وبيخونك لا وكل حاجه؟ هو مؤخرا اتواصل مع اهلي ان انا باقي وانا بحبها وانا مش عايزه اطلق، وان طب احنا يا ندي فرصه طب يا ندى، تانية. انت راي حضرتك ايه؟ يعني رايك ايه، عايزه ترجعي ولا مش عايزه ترجعي؟ لا انا مش مرتاحه ان انا ارجع، انا كل ما بقرر ان انا ممكن ارجع يعني انا مش مرتاحه يعني للقرار عندك ده. اسبابك، عندك اسبابك اللي انت حطاها قدامك، انا مش راجعه عشان 1 2 3. ايوه ما هي اسبابي اللي هي الاهانه والخيانه. يعني انت خلاص قرار نهائي، انت دلوقتي بقالك سنتين وانت مستقريه كده وهاديه واعصابك هاديه وخدتي القرار وشاورتي اهل الثقه اللي حواليكي، باباكي مامتك حد من الناس اللي بتثقي في رايها، شاورتيهم كده وخدتي القرار بتاعك بالانفصال؟ ايوه انا مقرره الانفصال. مفيش اي مجال عندك ان انت ترجعي وتسامحيه المره دي؟ هي دي بصراحه الحاجه الوحيده اللي مؤخرا اللي فكرت فيها،
عشان بنتي، بس انا مش مرتاحه ان انا اعرف ادي فرصه. انا يعني نفسي مش سامحه ليا وكرامتي ان انا ارجع بعد كل اللي حصل. فانا قررت ان انا مثلا شهر رمضان ده ان انا يعني اصلي صلاه الاستخاره لحد ما ينتهي. لو فضلت انا مش مرتاحه انا ما ارجعش. طب هو مصلي وفي كده نفس الوقت خوفي من ان انا اظلم بنتي او ان انا مثلا ما اطلعهاش من بين اب وام. طب هو الشخص نفسه بيصلي كده وقريب لربنا ومتعبد كده لا للاسف هو ما النقطه دي ضعيف فيها جدا. طيب مش لاقيين له حاجه ايه كويسه. طب انا بس هي بس في نقطه، انت طبعا قادره زي ما الشيخ بيقول لك انت عايزه ايه وعندك استعداد ترجعي ولا لا، وهل لما ترجعي هتتهاني تاني ولا تتضربي ولا لا، وهل هيخونك ولا لا، التفاصيل كتير لازم تتاكدي منها، وهو اللي يرجع ويتكلم معاكي مليون مره لحد ما تاخدي القرار. لكن في نقطة أنت قلتيها في الكلام، النقطة بس دي يعني بحط لك كده تحتها خط كده، مفيش حاجة اسمها إني أظلم بنتي إنها تتربى في وسط أب وأم. أيوة أظلم بنتي إنها تتربى في وسط أب وأم كويسين وحياة طبيعية نظيفة نفسيا فتطلع هي سوية نفسيا، لكن أنا أكون بظلمها أكتر لو أنا ربيتها بين أب وأم بتتضرب الأم وبتتهان وبتتخان وبتتشتم، وبعد كده البنت دي هتتضرب هي كمان، والاتنين بيكرهوا بعض وبيضربوا بعض، يبقى معناها إن أنا كده بحط بنتي في بيئة نفسية غير سوية، وهيطلع فعلا زي ما الشيخ بيقول طفل غير سوي تماما. أنت بتقدمي للمجتمع نموذج غير سوي تماما، غير إن أنت نفسك هيكون عندك مشكلة نفسي. شكرا لك يا ندى، والدكتور علي هيجاوبك دلوقتي على السؤال بتاعك. والله هو يعني مبنى الحياه الزوجيه ربنا سبحانه وتعالى وضع قانون، قال وعاشروهن بالمعروف، فالحياه بالمعروف بين الرجل وامراته، والمعروف من الرجل والمراه على حد سواء. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ودي وصيته لكل الرجال، حط المقياس وترمومتر للانسان السوي والانسان الدين فعلا، لما قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لمين؟ لأهله. ليه؟ احنا دلوقتي في بره البيت في كاميرات وفي ناس بتشوفنا وبتعامل مع فلان وعلان، فمحدش هيقدر يتحملني، انما في البيت ما فيش رقابة، ما فيش اي حد رقيب علي الا رب العالمين سبحانه وتعالى، وفي عدم الرقابة بيظهر معدن الانسان الطيب. هل هو يتعامل بما يرضي الله؟ هل يعامل ولاده بما يرضي الله؟ هل يعامل امرأته بما يرضي الله؟ بالمعروف كما أمر ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا المشكلة متجذرة أستاذة، أن احنا للأسف في أي عقد نكاح بنقول على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وهي بتقول قبلت الزواج ووليها، ولما نيجي نجيب الشاب والشابة نقول له طب انت عارف ايه بقى اللي في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة؟ عارف الحقوق بتاعتها؟ فتلاقيه باصص لك كده بخضه، وفي حقوق؟ هو ربنا ربنا قال حقوق؟ سبحان الله. فللاسف ان احنا بنقول يا جماعه مهم ان احنا نضيف في المناهج وفي التعليم وندوات وبرامج ان احنا نعلم الشباب والبنات على حد سواء كل واحد حقوقه ايه ويقف فين. وطبعا يعني انا بوصي الاستاذه ندى ان هي تحاول بقدر الامكان ان عاد ان هو نادم ويحاول ان هو يفتح صفحه جديده، وشايفه منه ان هو الندم وان هو يحاول هيكون احسن، ان هي تشوف ايه الخلل اللي عندها بالظبط وتحاول تضبطه، ونشوف ايه الخلل اللي هو عنده ويحاول يضبطه. وانا بوصيها يعني ان هي تفهم نفسيه الرجل. في كاتب كتب كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهره، ايوه هو كتاب نافع جميل. ان مهم جدا ان بناتنا واخواتنا يفهموا نفسيه الرجل. يعني ممكن يكون كتير من حالات الطلاق بنلاقي فيه اخطاء منفرده وأخطاء مشتركة، أخطاء ممكن يكون يتسبب فيها الرجل، وأخطاء ممكن تتسبب فيها المرأة، وأخطاء مشتركة ما بينهم. فإحنا مهم جدا نفهم الأول إيه اللي ليا وإيه اللي عليا، وتبدأ كده تستعين بالله سبحانه وتعالى وتدعي له إن ربنا يهديه حفاظا على هذا الولد. معانا دكتورة وفاء، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي حبيبتي. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيبة. ومبروك عليكم البرنامج الجديد، وربنا يجعلكم يا رب سبب لإجابة أسئلة الناس على خير إن شاء الله. آمين يا رب. شكرا يا حبيبة قلبي. هو الصوت بس أنا مش سامعاكم، الصوت واطي قوي شوية. أنت برضو صوتك واطي شوية، أنت علي صوتك. طيب كده سامعاني طيب؟ قولي. طيب هو أنا عندي سؤال بالنسبة، أنا ببقى حريصة أن أنا أحضر التراويح في المسجد، فبعض المساجد بتصلي التراويح بس وبيختموا بالشفع والوتر، وفي مساجد بتصلي تهجد.
فانا يعني بيبقى عايزه احضر الدعاء كمان بتاع عشان في الشفع والوتر، وعايزه اصلي تهجد. فلو صليت معاهم الشفع والوتر اصلي التهجد ازاي بقى؟ عشان هي ما فيش وتر في غير وتر واحد في الليل. تمام ماشي يا حبيبتي ان شاء الله، يعني ربنا يبارك فيها وجزا الله خيرا على المصارعه في ابواب الخيرات. ان كتير من الناس بنشوفه عايز يصلي تراويح وتهجد، وبعض الناس مش عايز يصلي العشاء اساسا يعني بعد الفطار. فالله يجزاها خير، هي عندها اكتر من حل. ممكن ان هي تصلي الوتر معاهم وتحضر الدعاء، وبعد كده بعد ما الامام يسلم ان هي تقوم تجيب ركعه كمان، ان هي كده صلت ايه شفع، ما صلتش وتر وزادت ركعتين، وبعد كده في اخر الليل ان هي تصلي الوتر لوحدها. ده حل. الحل الثاني ان هي تصلي الوتر معاهم ولا توتر مره ثانيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليله، ما نصليش وترين. يعني ممكن يبقى بدري ممكن يبقى متاخر، وممكن يبقى بدري ومتاخر وفي وسط الليل، فالامور كلها متاحه. يعني ممكن تصلي الوتر في التراويح وبعد كده تصلي تهجد من غير وتر، وممكن ان هي تصلي الوتر وبعدين تقوم تجيب ركعه كمان بعد ما الامام يسلم. أيوة. ويبقى كده هي ما طلعتش من المسجد قبل ما ينصرف الامام، وتصلي تهجد وبعد التهجد تصلي الواحده وتر. تمام. معنا نورة. أهلا يا نورة. نورة سامعيني؟ أيوة. اتفضلي يا حبيبتي. حرام. إيه؟ الصلاة في المسجد. الصلاة في المسجد؟ مالها؟ إيه؟ مالها الصلاة في المسجد؟ حرام. حرام إزاي؟ على المرأة يعني؟ أمال إيه اللي حلال؟ إزاي؟ مين اللي قالك كده يا نورة؟ إيه؟ مين اللي قال كده يا نورة؟ انت سمعتي حد كده يعني؟ سمعتي حد قال كده؟ حاجة غريبة قوي يعني، أول مرة حد يسمع حاجة زي كده. بس اسمعي بقى الإجابة من الشيخ. ماشي ماشي. هو الحجن حرام في رمضان؟ إيه؟ لو حد خد حجنة يعني الفطار بتاعه يفطر؟ قال ليه؟ حقنة إيه؟ حقنة. حقنة. الحقنة تفطر؟ حقنة عادية؟ أي نوع من أنواع الحقن؟ نورة. طيب ماشي يا حبيبة قلبي، الشيخ هيجاوبك. طبعا جزاك الله خيرا يا أخت نورة على السؤال. إن هي بتسأل بتقول صلاة المرأة في المسجد حرام. طبعا ما حدش قال كده، لا، المرأة تصلي في المسجد، وقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذا، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فالمرأة طالما هتخرج وهي واخدة حجابها ومش مش مش حاطة برفان، مش لابسة لبس زينة، واخدة كده الحجاب وراح تصلي، تروح تصلي وهذا جائز. لكن الأفضل طبعا للمرأة والأولى والأحسن إن هي تصلي في بيتها، يعني إن هي إن أرادت الخير. إنما لو واحدة عايزة حاسة إن هي بالخشوع أكتر في المسجد، إن هي هتسمع موعظة، هتسمع الشيخ مش حافظة كويس، بتحاول إن هي يعني لو صلت لوحدها هتسرح وهيبقى ذهنها مشتت، عايزه تصلي وراء الامام في المسجد، فطبعا الاولى ان تذهب ان هي تصلي وتحوز الاجر. ده بالنسبه لمساله لم يقل احد ان المراه حرام عليها تصلي في المسجد ابدا. لا حاجه لا غريبه جدا، بل المراه كانت تذهب للمسجد لتلقي العلوم والتدريس. طبعا. يعني كثير من العلماء حتى في الجانب الشرعي، كثير الامام سيدنا الامام الذهبي في السير يحكي عن عدد كثير من شيخاته، ان هم كانوا من النساء وتعلم على ايديهن، والمرأة كانت تتعلم وتتلقى وتحضر الدروس لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. ده بالنسبة للشق الأولاني. الشق الثاني ما كانش واضح قوي، فاحنا ممكن ناخد تليفون أسماء. أهلا يا أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا حبيبتي. عليكم السلام. ازاي حضراتكم؟ أهلا وسهلا. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. وحضرتك طيبة. وأنتِ طيب. أنا كان عندي سؤال بس بالنسبة للسنن اللي هي بتاعة الصلاة. دلوقتي لو انا مثلا يعني دلوقتي مثلا في قبل الظهر مثلا 4 وبعد الظهر 2، لو انا مثلا ما قدرتش ان انا اصلي 4 اللي قبل الظهر وصليت 2 اللي هم بعد الظهر، فهل ده ينفع ولا لازم اصلي اللي قبل الظهر واللي بعد الظهر؟ ماشي يا حبيبه قلب. تمام. امر النوافل طبعا عارفين ان النوافل هي سنه. السنه سنه تطوع يعني. ان هي ركعتين قبل الفجر، 4 قبل الظهر و2 بعده، او العكس، و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. دي النوافل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها. مساله بقى انا صليت اللي بعد الظهر وما قدرتش اصلي اللي قبله، عادي، الامور فيها سعه وميسوره. لكن الاولى ان انت طالما صليت اللي بعده صلي اللي قبله،
حتى اني اتواظب على هذا الاجر خاصه في هذه الايام المباركات. احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا على الهواء مباشرة ومستنين اتصالاتكم، وعايزين يا دكتور علي نقول برضو كده كلمتين عن حكمة الصيام قبل ما ناخد التليفونات. حكمة الصيام، الصيام مدرسة كبيرة فيها من الحكم الشيء الكثير. من أعظم وأجل وأنفع حكم الصيام إن الصيام يا أستاذة بيأخذ كده بإيدينا لأجل وأعظم عبادة، إن الإنسان لو فقدها لا يتقبل الله عز وجل منه عملا. الامتحان الوحيد اللي لو الإنسان جاب فيه 99% يعتبر سائط، يعني كده كده ما نجحتش، هو امتحان الإخلاص. إن من أجل المنافع في الصيام ومدرسة الصيام إن الصيام يربيك على الإخلاص، على مراقبة ربنا سبحانه وتعالى. لما ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. العلماء قالوا لي اشمعنى الصيام بالذات، ليه عبادة الصيام بالذات؟ يعني سيدنا الإمام أحمد بن حنبل قال: لأن الصيام هو العبادة الوحيدة التي لا يدخلها الرياء. حضرتك يعني حضرتك دلوقتي بقى ايه، عطشانه وجعانه والانسان نفسه كده ياكل ويشرب، وانت قدام الناس فعلا محتاج الاكل والشرب. طب ما ممكن انت تدخل اوضه كده وتقفل على نفسك وتاكل وتشرب وهتطلع للناس ما حدش هيعرف انت صايم ولا فاطر. اللي يمنع الانسان من الاكل والشرب هو ان هو مطلع، ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه، عارف ان ربنا سبحانه وتعالى يراه، وده دلاله على تربيه النفس على الاخلاص. والاخلاص في الحقيقه امتحان صعب جدا جدا، هو العباده لو جبت فيها 99% فاشل كده سائط، لازم تجيب 100 من 100. الإخلاص هو أمر الله للعبادة. لما ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أنت تعبد ربنا سبحانه وتعالى، أهم شرط في العبادة الشرط الأول الإخلاص، أن أنت تقصد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. طيب معنا تليفون أم بسام، أهلا وسهلا أم بسام معايا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. والله يا أستاذ أنا معايا ولد أخويا راح خطب بنتي. لا ممكن تعلي صوتك كده وتوضحي الكلام. بقولك معايا ابن أخويا خطب بنتي. ابن أخوكي خطب بنتك. وجارينا الفاتحة. ماشي. وجي أخويا قاعد يشتم ويقول له أدبه. وإيه؟ وقال اخويا شتم وقل ادب وراح قال لي بيها، يعني وجاني بهدلني. اخوكي شتمك؟ وانا دي ياخذ بنتك. اخوكي شتمك؟ ليه؟ قال لي مش ممكن ياخذ بنتك. ليه؟ مستحيل. ايوه ليه؟ ولده ما يحب بنته وهي بتحبه، يعني متمسكين ببعض. اخوكي شتمك ليه؟ عشان هو مش عايز ياخذ بنتي. قال لي لا انا اجوزه على هوايا، بس انا ما ادوش واحده بيحبها، يعني في اختلافات يعني قديمه. ماشي، يعني اخوكي مش عايز ابنه يتجوز بنتك عشان هو بيحب بنتك الولد. في اختلافات قديمه، يعني هما كده كراهيه، يعني كده في خلافات قديمه بينك وبين اخوكي. طيب امال هما جم قروا الفاتحه من الاول ليه لما هما مش عايزين؟ بعد ما قالوا روح وقالوا انا مش عايزها وبيلعب بيا. المهم مش عارفه، المهم الولد متمسك ببنت عمته وقال انا هاخد بنت عمتي احسن ما اجيب الغريبه. الولد متمسك بيها. فكل ما يجيها واحد ترفض. هم قارئين الفاتحه، هي الخطوبه اتفسخت ولا الشيخ بيسالك هي الفاتحه دي او الخطوبه دي اتفسخت ولا هم لسه قارئين الفاتحه؟ لا خلاص اتفسخت وجوها عرسان وهي ترفضهم. هل انا لو جوزتها واجبرت عليها انا كده ظلمتها؟ هم خلاص فسخوا الخطوبه يعني. راح بعد امي ما ماتت، امي كان هو محاربني من 22 سنه، فأمي ماتت راحوا صرخوني عليها. أمك ماتت وإيه؟ الله يرحمها؟ راح صرخوني عليها يعني. وإيه؟ في صراخ بيني ما بينه يعني، صرخوني. بعد ما مامتك اتوفت صلحوكي على أخوكي؟ طب والوضع إيه دلوقتي في موضوع الخطوبة؟
الوضع ما خلاص يا جهه عارفين دراستي فهم يعني رافضين، فانا لو جوزت على واحد ثاني وجبرتها هظلمها ولا الدنيا؟ هي بيجي لها عرسان وهي بترفض ودلوقتي في عريس انت عايزه تجوزيه لها؟ هي اللي ما رضياش، هي مش موافقه. هي عايز تتجوز ابن اخوكي. متمسكين ببعض. هي عايز تتجوزه وهو عايز يتجوزها، لكن المشكله بينك انت واخوكي. وعارفه انه في هتبقى معانا لعفشه واهانه وذل ليها يعني. لو راحت عاشت هناك هتبقى حياتها ذل طبعا بالمنظر ده. انت شايفه ان هي لو راحت اتجوزته حياتها هتبقى ذل. هتبقى ذل وممكن تتبهدل يعني. هيبهدلوها بقى عشان هياخدوها في بيتهم. صح، ماشي. صح يا ام بسام. اسمعي الاجابه من الشيخ بقى. هي كأم طبعا خايفه على بنتها. طبعا من حقها ان هي تخاف على بنتها طبعًا. ونظره الاباء والامهات دايما سابقه عن نظره الاولاد. صح. طبعا يعني ايه، عجبني كلام للشيخ علي الطنطاوي الاديب المشهور العظيم، كان بيتكلم في مساله الزواج عن حب. قال لو ان مجنون ليلى تزوج بليلى لو انه تزوج كلنا عارفين اكيد قال لو انه تزوجها كده وبعدين بعد شويه سيبتهم الناس المجتمع سابوهم يتجوزوا بعض، كان بعد سنه واحده، وكان الشيخ علي قاضي اصلا في محكمه الرص، قال كان بعد سنه واحده هلاقي قضيه عندي بحكم بين ليلى وقيس. أيوة. ان قبل الزواج مساله الحب، الحياه لا تبنى على الحب طبعا. مساله الحب هو الحب مهم بس هو جزء، هو جزء جزء، انما بعد بعد الزواج الحياه الزوجيه اوسع من كده واعظم طبعًا من كده طبعًا. مهم جدا ان الام الفاضله ام بسام ان هي طالما في مشاكل عائليه واسريه دايما الزواجات الزيجات اللي بتقوم على مثل هذا بتبوء بالفشل. بس نقدر نحتوي البنت ونفهمها، ونقدر نفهمها كده بالمنطق والحكمه ونعملها كده بالمنطق، ان الحب لوحده مش هياكل عيش. ان بعد كده طب لو روحتي، هو هذا الزوج بعد كده وضع بين اهله ومراته وصارت بقى مشاكل، والمشاكل اللي بتحصل بقى في الارياف وال يعني مشاكل كبيره مش زي مثلا المدن، ويبدو ان ام بسام من الريف، فدي نبص بعد كده المدن كل حد في حاله، انما في القريه انت بتتزوج المراه والدنيا كلها داخله ببعضها، يحصل بعد كده مشاكل. فده الوصيه الاولى، حاولي تحتوي البنت وان هي تتكلم معاها بالمنطق والحكمه والحنان ونوضح لها الصور دي. الامر الثاني، مساله ان هي تغصبها على جواز من اي حد تاني طبعا مرفوض، لان من اعظم اسباب فشل الزواج بعد كده مساله الغصب، ان البنت غصبت او الولد غصب ان هو يتجوز بفلانه، طبعا حاسس ان هو مغصوب طول حياته، فالدنيا كلها مشاكل بعد كده بقى، نشوف مشاكل نطلع من مشكله لمشكله. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تتزوج المراه رغما عنها، بل اقر صلى الله عليه وسلم ان المراه تختار، ان هي تختار وتؤذن في هذا، ان احنا نقول لها والله جاي لك فلان صفاته 1 2 3 عنده مميزات كذا، وبعد كده نبدا نكلمها بالمنطق والعقل، فان وافقت فبها، والا ما تتجوزش غصب عنها. ايوه الله اعلم. معانا مروه، اهلا وسهلا مروه. معايا سامعاني؟ طيب معانا ام احمد، كلمينا تاني يا مروه. ام احمد اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحتي كنت عايزه اسال حضرتك الشيخ في حاجه. اتفضلي. دلوقتي انا حصل فيه خلاف بيني وبين مرات اخويا، وانا كنت موجوده في البيت عند مامتي وقتها. المهم ان يعني ايه، حصل تجاوز منها زياده عن اللزوم، فانا طردتها قلت لها اطلعي بره. لا انا ما فهم ام احمد، معلش احنا عايزين اللي يتصلوا يعلوا صوتهم شويه ويوضحوا الكلام، عشان احنا مش سامعين قوي. واسمعينا طبعا من التليفون مش من التلفزيون، كلمينا في التليفون مش من التلفزيون. قولي تاني يا ام احمد بقى، واحده واحده كده قولي يا حبيبتي. ماشي مع حضرتك. طيب وطي التلفزيون دلوقتي وقولي بقى كل السؤال في التليفون وواحده واحده كده. دلوقتي انا حصل خلاف بيني وبين مرات اخويا، تمام، وحصل تجاوز وانا منها في الكلام، فانا اضطريت قلت لها اطلعي بره. اتخانقتي انت ومرات اخوكي وفي الخناقه قلت لها اطلعي بره؟ الو. ايوه. انت في الخناقه قلت لها اطلعي بره؟ ايوه تمام. ايوه صح. لا بصي كان اخويا ساعتها وقال لي، وقال ايه انا قبلها.
وطي التلفزيون عشان طلع ومشي. لا يا حبيبة قلبي، لازم توطي التلفزيون، لازم توطي التلفزيون من سماع حضرتك. ايوه عشان خاطر ايه تقولي المهم دلوقتي ان انا والدتي قالت له عيالك تحرموا عليا. بصي يا ام احمد، اتخانقتي مع مرات اخوكي، قلت لها اطلعي بره. اطلعي بره منين؟ كنتوا في انهي بيت؟ من بيت والدتي، من بيت مامتك. في بيت مامتك. بعد كده اخوكي قال لك ايه؟ ايه بعدين اخويا قال انا قبلها وقام جاي طيب مشي وراها. قال لك ايه؟ قام مشي معاها ومشي وراها وزعل. وجت ماما بعد كده زعلت وقالت له تحرم عليا انت ومراتك وعيالك. مامتك اللي قالت؟ مامتي اللي قالت كده. ودلوقتي دخل رمضان علينا وهو حتى عدي ويروح يجي عليها ما بيقولهاش حتى، يقال لها كل سنه وانت طيبه، ولا قال لها انت فين، وبيعدي ويطلع وينزل عليها ما بيكلمهاش. ما بيكلمش مامتك من ساعتها هو بقى؟ وهو دلوقتي ما بيكلمهاش خالص عشان قالت له تحرم عليا. الام قالت له تحرم عليا. طب هو ما حاولش يصالحها بقى؟ كلمه زي ديت انها حرمت عليها، وان هو يعني ما بيكلمهاش خالص، وبيعدي وبيطلع ويدخل البيت لان هو ساكن فوقيها، ما بيكلمش مامته. بقى له قد ايه الكلام ده؟ بقى له قد ايه يا ام احمد؟ هو دلوقتي بقى له اسبوع. الموضوع ده من اسبوع؟ اه بقى له اسبوع دلوقتي. طيب الموضوع يعني لسه قريب، يعني المفروض يتصالحوا بقى، ده احنا في رمضان دخل عليهم رمضان. المفروض يتصالحوا، بس هو ماشي ورا مراته ورا حماته. وانت اتخانقتي معاها ليه؟ ممكن تكوني ظلمتيها ولا حاجه؟ لا ده هي كلمتني كلام يعني تجاوزت حدودها، تجاوزت حدودها جامد معايا. وانا ربنا يعلم ان انا كنت دايما لما بيحصل مشكله ما بينها وما بين جوزها كنت دايما اقول له ما تجيش عليها ما تظلمهاش، زيها زينا. اوعى تفكر تمد ايدك عليها وتشتمها، انا كنت براعي ربنا في كده. ده كنت تهمتني ان انا بخرب بيتها، وانا عمري ما دخلت في حياتها اصلا. طيب تمام يا حبيبتي، ماشي يا ام احمد، شكرا يا حبيبه قلبي. دلوقتي هي القصه كلها المشكله يعني في ان الولد اللي هو اخوها مش بيكلم ما بيكلمش مامته. هو طبعا نصيحتي لام احمد ان هي تهدي اعصابها شويه وبلاش الغضب الشديد، لان طبعا هو الواضح ان اخوها غضب من شيء ان هي طردت سلفتها وهي عندها اللي هي مرات اخو جوزها. هي عندها في البيت لا ما طردتش سلفتها، طردت مرات اخوها. مرات اخوها واخوها كان قاعد. اه انت عارف بقى قصص الستات دي. لا 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 التفاصيل دي مهمه قوي. التفاصيل هي قاعده واخوها قاعد ومراته قاعده والام كمان قاعده. اتخانقت هي ومرات اخوها، راحت طرد مرات اخوها، راح اخوها قايم وزعل، راحت مامته قالت له انت تحرم عليا انت ومراتك واولادك يعني وما تجوش عندي تاني. فراح هو ما صدق بقى، ما راحش. هو الواضح ان ام احمد هي بدات الخناق. اه اول طرف المشكله عندها، واحنا طبعا بنقول لها انت رايحه البيت زياره، طب مرات اخوكي ايه الحوار بينك وبينها؟ ليه نعمل مشكله اصلا؟ حتى هي تجاوزت في الكلام، طب ما ممكن تكوني ضغطت على اعصابها. ممكن تكون انت حاولت ان انت تستفزيها. او ممكن الاثنين يكونوا غلطانين. أكيد. ما ينفعش الاخ يدخل نفسه في هو اكيد في مشكلتين، بس هو احنا بنلوم على ام احمد ان انت طردتيها، ده خطا ما كانش يكون، بالذات لو هي عندك في شقتك او في مكانك لا يكون. طب انت عملت كده وهو طبعا زعل من الموقف، احنا بنقول له طبعا يعني ايه ان امور الستات اطلع منها. ودي امك ودي اختك ودي زوجتك، لكل واحده منهن حقا، اعطي لكل واحده منهن حقها. يعني الراجل في الوضع ده لازم يتصرف بذكاء. لازم يتصرف بذكاء، لابد ان هو ما يكسرش حاجه دينيا يعني. لأن لا يقطع صله رحمه بامه ولا بأخته. لا هي مش صله رحم، مش هنقول حاجه صغيره، لا ده وقع في كبيره بالعقوق. ولا برضو يجي على مراته. ولا يجي على مراته ولا يجي يعني على اخته. لازم يكون ذكي كده. لكن لازم يجي ذكي يقول والله الصح كذا، او انت تجاوزتي في كذا يا ام احمد، او ان انت اقعدي، يقول لزوجته اقعدي، او انت اخطات في كذا. مش هيقدر يصلح ما بينهم، يبقى يبقى الاحترام المتبادل ما بيننا، ويبقى ان احنا كل حد في حاله وربنا يهدي كل حد. بس يا ام احمد انت حاولي معلش من عندك، لان اول المشكله من طرفك، فانت حاولي كلمي اخوكي وتذكري بالله ان هو يجي صالح امه، وان امه ما تغضبش عليه، ومش عايزين المشكله تكبر اكتر، خاصه في الايام المباركات اللي احنا عايشينها ديت، والقلوب قريبه لربنا سبحانه وتعالى. فاحنا كده ننصحه كده بالراحه، وتحاولي تكلميه، ومعلش تعالي على نفسك
وكلميه ان هو يكلم امه، وبعد كده ان شاء الله كل المشاكل تتحل. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا على الهواء مباشرة ودايما عامر، ومعانا تليفون، معانا دكتورة وفاء مرة تانية. عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. عزيزة رضا، ما سمعتش الإجابة بتاعت، لأن أنا عايزة أحضر الدعاء بتاع الوتر في التراويح وعايزة أصلي تهجد، إيه الحل؟ إحنا جاوبنا على السؤال، الشيخ هيقول لك الإجابة سريعة مرة تانية، هي ما سمعتش الإجابة. اما دكتوره ان حضرتك تصلي ان الامام لو انه سلم قومي بعد ما يسلم هاتي ركعه، يبقى انت كده صليتي شفعه، وممكن تصلي الوتر بعد صلاه التهجد، او تصلي وتر وتصلي تهجد وما تصليش وتر تاني. يعني تقدري تصلي الوتر يا اما في اول الليل عادي يا اما في اخر الليل، المهم مره واحده في الليله. لا لا وتراني في ليله. حضرتك عندك سؤال تاني؟ استاذنكم بس، انا ابني في المانيا وبيصوموا هناك، محتارين في يصوموا على اقرب بلد جنبهم في خط العرض ولا بس عدد الساعات 18 ساعه. يبقى غروب الشمس هناك. لا بتغرب، ده تغرب الساعه 9 ونص بالليل ولا 10 باين حاجه. مع اقرب قطر لها، اقرب بلد قريب لالمانيا نفطر عليها. اقرب بلد في خط العرض بتاعها. في خط، بتقول لك العرض ولا مع مكه ولا الطول؟ في ايه، خط العرض ولا الطول؟ لا الاقرب خط الطول. في طول. في خط الطول. وهم اصلا ايوه، بصي هم بيبقى ليهم مجمع فقهي كده، مجمع اسلامي فقهي في اوروبا، هم بيتواصلوا معاه او بيبقوا عارفين الفتاوى بتاعتهم هناك ايه في بره البلاد. تمام. العربيه يعني في القارات الاخرى. مهم جدا ان هو يراجع عنده المجمع الاسلامي او المركز الاسلامي في المكان اللي هو فيه. وان هو يسال هناك بالظبط هم ماشيين عليه بالظبط، الفتاوى بتاعتهم. ان يكون في اكيد الفقه الصيام مترجم بالالمانيه والاحكام دي كلها مترجمه عندهم، فهو يراجع في اقرب مركز اسلامي له. معانا سهير، اهلا وسهلا. انا مدخله مع وقت الفيديو. سهير سب. الو. ايوه حبيبتي، اهلا وسهلا، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه بالصحه. بعدين صحيح ليا سؤال عند حضرتك. اتفضلي. من فضلك، انا مطلقه وكنت قاعده مع والدتي بقى 6 أو 7 سنين، فهي بتعاملني معامله سيئه جدا 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 انا وولادي. بالنسبة للأكل والكهرباء وأي استخدام في البيت، يعني حاجة زي كده، مش عشان وظروف الطلاق هي عارفة كويس قوي، يعني مش قالت إن أنا مطلقة فمطلقة ليه فبتعاملني عشان أنا مطلقة عشان أنا اتطلقت، لا يعني طلاق بموافقة الجميع يعني. طب هو أنت مش بتشتغلي ولا أنا؟ يعني كنت تقريبا ما بكلمهاش وكده، بس بفضل الحمد لله يعني على دخول رمضان وكده الحمد لله ربنا عني وكده اهوت وصالحتها والحمد لله الأمور مشيت، بس أنا مش قادرة أرجع معاها زي الأول، إحساسي مش مطوعني وده إحساس مضايقني، أنا مش بإيدي يعني، لا لعل أنا صالحتها وراضيتها وجبرت خاطرها وكل حاجة والأمور ماشية، بس أنا مش عارفة إحساسي إن أنا معاها مش زي الأول والإحساس ده مضايقني. أولا يعني ده حرام عليا وصح ولا غلط ولا ايه الحل؟ طبعا حرام عليكي، لابد ان تتكلمي معاها. الام مش بنعامل الام او الاب معامله الند، ان هي عملت فيها كذا فانا هرد لها كذا لان كذا، ده ما ينفعش مع الام ولا الاب. وان ظلماه بعد حق ربنا سبحانه وتعالى حق الوالدين، حق الاب والام، فانت استغفري ربنا سبحانه وتعالى كده وتحاولي ان ربنا تدعي ربنا كثيرا ان هو يسلل سخيمه صدرك وان هو كده ينقي قلبك، وان انت ترجعي مع امك احسن من الاول مو زي الاول. فالام ما فيهاش المعامله بالند ان انت مش بتكلمي اختك او صاحبتك او جارتك. بس انا احساسي بس، هي مش شايفه مني حاجه وحشه، انا احساسي بس ان انا دام ان انا مش معاها زي قبل ما اتطلق واقعد معاها. يعني ادعي بقى لنفسك وظبطي قلبك، ادعي ربنا كده كتير وحاولي ان انت تيجي على نفسك شويه كده لحد ما ربنا يفتح قلبك كده وربنا يهدي النفوس ان شاء الله. سهيره انا عايزه اسالك، انت مش بتشتغلي؟ نعم. مش بتشتغلي؟ لا 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 ما اشتغلش. لا ليه بقى؟ ما بشتغل. شغل ليه؟ مش بشتغل. لا معيش وظيفه، معيش مؤهل ولا حاجه ان انا اشتغل. مش انت بتقولي مشكلتك مع مامتك الصرف الفلوس يعني؟ لا هي بتصرف عليا وعلى اولادي. لا لا هي عشان بتصرف على البيت، مع ان انا يعني بابايا ليه معاش وكده، بتصرف معايا من المعاش بتاع والدي. انت بتاخدي معاش باباكي؟ كهرباء، صابون، غسيل، فاهمه حاجات كده بسيطه بتكلم، ده بيضايقني انا، بيضايقني انا واولادي.
والله يا استاذ سهير، بص يا سهير انت لو وبعدين كلمت برضو عليا كلام ما يصحش، كلام وحش، كلام في العرض يعني، كلام يضايق كل ده. خليني على الكلام بقى، والحاجات التانية دي حاجه تانية. لكن مثلا انت لو حطيتي نفسك مكانها، هي مثلا بيجي لها المعاش بتاع باباكي، فمثلا لو دفعت شويه في الكهرباء زياده ولا في الحاجات دي زياده عشان انتوا معاها، فلما تقول لك كلمتين يعني عديها. نحاول نعدل الامور، الدنيا كلها ضغطه، يعني ايه الدنيا صعبه والمعيشه صعبه، وربنا ييسر لك عمل مناسب لحضرتك وعلى وضعك، اي عمل ايا كان، حتى وانت في البيت، وانت في البيت او اي عمل من الاعمال اللي ربنا احلها، حاولي تشوفي كده باب رزق. ماشي حبيبتي. ام احمد اهلا وسهلا. ام احمد الو. ايوه ايوه حبيبتي اتفضلي. انا كنت عايزه اسال فضيله الشيخ، هو الصيام من سن كام؟ من ايه الصيام؟ من ايه الصيام؟ من سن كام يعني؟ ولادي صوم من سن كام؟ انت ولادك عندهم كام سنه؟ احنا سامعين عياط يعني ببهات، دول اطفال لسه قوي يعني ديب. من 8 سنين و10 و12. امال مين بيعيط؟ لا ده دول الصغيرين، انا بس على الكبار. ما شاء الله لا قوه الا بالله، عندك ايه كتير بقى ما شاء الله. ربنا يقدرك على تربيتهم يا رب. امين يا رب العالمين. طب يا حبيبتي الكبار 8 سنين و10 و12، ما ده لازم يكونوا بيصوموا ولا لسه ما صاموش دول ولا ايه؟ لا انا عندي كبيره بتصوم، بس الصغيره اللي هم الاثنين التانيين بيصوموا يوم ويفطر يوم. اللي هم 8 و10؟ مش يعني مش عارفه حاسه. طب 10 ده لسه بيصوم يوم ويفطر يوم؟ يصوم بقى. ايوه. ها؟ طيب لكن الكبيره 12 سنه دي كله بقى خلاص صح؟ بتصوم كله، بس هم اللي عايزين يصوموا مش انا اللي جابرهم صراحه. ايوه ما برافو كده، لازم يعني يتعودوا على الصيام وعلى الصلاه معاكي والكلام ده حبيبه قلبي. ما كل حاجه بالتدريج يعني صح؟ ما ينفعش فجاه حد يكبر نقول له صوم. تعودوا الخير فان الخير عاده. طيب ماشي، ربنا يكرمك يا حبيبه قلبي ويقدرك على تربيتهم. واسمعي اجابه الشيخ، هم ايوه المفروض يصوموا. هم دلوقتي خلاص يعني اولاد الصحابه، كان الولد قدامك اذا اطاق الصيام ما في سن معين، ما نقدرش نقول 7 سنين ولا 8 سنين ولا 9 سنين، اذا الولد اطاق الصيام بنقول له صوم. لان الصحابه كانوا يعني ايه يشغلوا الاولاد بالعهن بالعرايس ويقعدوا يلعبوهم كده طول النهار عشان ايه ينشغلوا عن ويتعودوا على الصيام. لان طبعا العبادات عادات، ان اللي يفرط في الصلاه ان هو ما اتعودش على الصلاه من صغره، اللي بيفرط في الصيام للاسف ان هو ما حدش قال له صوم من صغره. فمن اول ما يطيق قدامك الولد او البنت نبدا نقول له لا صوم. حتى احنا كنا زمان نقول ايه نصوم للساعه 1 او للساعه 2. الاطفال بس صغيرين دول بنخليهم يصوموا لغايه الظهر، بعد كده لغايه العصر. طب وصوم والميه ما بتفطرش؟ نقول له صوم والميه ما بتفطرش. الكلام ده ان احنا نحاول ان احنا ايه ندربه على مساله الصيام، وان هو لما يكبر شويه ويطيق هتلاقيه لوحده صايم. طبعا ربنا يبارك فيهم يا رب. يصوموا ربنا يكرمهم يا رب. احنا خلاص وقت الحلقه بيخلص، ففي تليفونات انا سامعه تليفونات كتير بترن، معلش احنا بكره معاكم كمان ان شاء الله على الهوا، كلمونا بكره باذن الله في دايما عامر، ونختم الحلقه بالدعاء يا شيخ. حاضر. يلا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم لك الحمد كله واليك يرجع الامر كله، علانيته وسره، اللهم صل على محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد في الاولين، صل على محمد في الاخرين. يا رب اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا رب اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين فنضل ضلالا بعيدا. اللهم الطب بمصر وأهلها، اللهم الطب بمصر وأهلها، عم بلادنا بالأمن والأمان، ارفع عن بلادنا الغلاء، اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء، اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء والبلاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن لسان لا يذكر، ومن دعوة لا تسمع، نعوذ بك من هؤلاء الأربع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.